دكتور مهند. سيدي الله يسعد مساك، طمنا عنك سيد. يا هلا حياك. احنا على الهواء مباشره الان من خلال صوت الشعب وهذا المنبر، نتحدث اليوم بهموم ومشاكل المواطنين. تواصل معنا عدد كبير من طلبه الدراسات العليا، والحديث عن امتحان الدراسات العليا هو مش عن بعد، هو في الجامعات في الحرم الجامعي، ولكن المطلب من الطلبة أن يكون هذا الامتحان عن بعد لسلامتهم وسلامة أهلهم أكيد. وأنت بتعرف دكتور مهند، إجابتك سيدي على هذا الموضوع. سيدي بداية الله يعطيكم العافية، والله يسعد مساكم جميعا، الله يسعد مساك. وأكد على أنه وزارة التعليم العالي والمجلس تقدر فوق العين والراس كل مطالب ورغبات أبنائنا الطلاب، ولكن أيضا هناك أكاديميين وتربويين لهم آراء ولهم أفكار لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار. وهذه القرارات التي صدرت من مجلس التعليم العالي مؤخرا هي إضافة إلى أنها نتاج أعضاء مجلس التعليم العالي، أيضا صدرت بعد التشاور والاطلاع على ردود جميع رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، واللي كانت ترتئي أن يكون طلبة الدراسات العليا امتحاناتهم النهائية في الحرم الجامعي لعدة أسباب يعني أتحدث بها في عجالة. نعم. أولا أنه قلة أعداد هؤلاء الطلاب في الشعب الدراسية يختلف بشكل كبير عن طلاب مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، وبالتالي جامعاتنا قادرة على تطبيق معايير الصحة والسلامة والتباعد الجسدي. ويوم أمس صدر تعميم جديد من معالي وزير التعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس إلى الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بأمر الدفاع رقم 16، والذي ينص على عدم وجود أكثر من 20 شخص في القاعة أو في المكان الواحد بما فيهم المعنيين من أعضاء هيئة التدريس والإداريين في الجامعات بعملية المراقبة. كذلك تطبيق معايير الصحة والسلامة من فحص الطلبة وارتداء الكمامات والقفازات. أيضا أبنائنا الطلاب اللي ممكن يكون أحدهم مصاب أو يشعر بعدم قدرة على حضور الامتحان يطبق عليه ما كان يطبق في الظروف العادية من أن هناك عذر قهري منعه من حضور هذا الامتحان النهائي. نعم. وبالتالي يستطيع أن يتقدم بعذره لرئيس القسم أو لعميد الكلية لاعتبار هذه المادة غير مكتمل، وبعد زوال هذا العذر القهري يستطيع أن يتقدم للامتحان النهائي. أضف إلى ذلك أن الطبيعة الخاصة لأبنائنا الطلبة في مرحلة الدراسات العليا، حيث أن هذا الطالب يقضي فترة دراسية على مقاعد الدراسة أقل بكثير من طلاب مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، ومش من المعقول أن يكون طالب التحق في الفصل الدراسي الأول الماضي في إحدى البرامج الدراسية في الدراسات العليا وسيتخرج بعد 3 أو 4 فصول، منهم 3 أو 4 فصول محسوبين بعلامة ناجح راسب ويحسب المعدل التراكمي على فصل واحد فقط. هذا الأمر سيسبب له صعوبات في المستقبل، سواء بالالتحاق بسوق العمل، سواء بإكمال دراسته خارج المملكة في جامعات إقليمية أو عالمية. كذلك طلبة الدراسات العليا أخي الفاضل، عدد الامتحانات النهائية بالنسبة لهم هو عدد قليل لا يختلف عن طلاب الدبلوم والبكالوريوس. طالب البكالوريوس أو الدبلوم ممكن يكون عنده 10 أو 11 امتحان. نعم. عليه أن يخضع لها في عدد أيام قليلة، وبالتالي حركته من محافظة في الشمال إلى محافظة في الجنوب ثم يعود مرة أخرى إلى محافظته ويعود في اليوم التالي إلى محافظة الجنوب أو العكس، كل هذا الأمر أخذ بعين الاعتبار، في حين أن طالب الدراسات العليا هناك مباعدة بين الامتحانات ويستطيع أن يتحرك بسهولة دون أن يضطر للمكوث في المحافظة التي توجد فيها جامعته في حال كان يتحرك من محافظة إلى أخرى أو من إقليم إلى آخر. النقطة الأخيرة التي أريد أن أختم بها، أؤكد لجميع أبنائنا الطلاب أن صحتهم وسلامتهم بالنسبة للمجلس ولمعالي الوزير ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي خط أحمر، وهذه الإجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي هي لصالحهم وحفاظا على مستقبلهم، سواء بالالتحاق بسوق العمل أو بإكمال الدراسة في الجامعات الإقليمية والعالمية. نعم، يعني دكتور أنا أشكرك على الملاحظات. يعني إحنا ممكن نوصل رسالة لأخواننا وأبنائنا الطلبة طلب الدراسات العليا أنه إحنا كافة إجراءات السلام العام موجودة في الجامعات، ولكن اسمح لي دكتور يعني بدقيقة إذا سمحت، في ملاحظة من أخوي مواطن وهو طالب طب، ملاحظة بخصوص انتهت خلاص إذا موضوع الطالب انتهت ملاحظته سيد العزيز. أنا بدي أشكرك دكتور مهند الخطيب الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي، كل الاحترام لك سيد. شكرا سيدي، يعطيكم العافية. كل الاحترام.